أستاذ عبقري أيها العبقري الفريد، أستاذ عبقري ماذا عندك الآن من جديد؟ أستاذ عبقري لك كل يوم اختراع، أستاذ عبقري عالم بين النجوم دار، أستاذ عبقري مخترع مكتشف يا عبقري، أستاذ عبقري عبقري أنت عبقري. ذات يوم جاء العم بهلول لزيارتنا. هذا نبل منك يا لطيفة، شكرا. كان سيبدأ بالحديث عن رحلته الأخيرة، لكن الشاهي أولا. هذا الأستاذ عبقري في الداخل؟ كرمبا، كلما قام بعمل صالح أشعر بصداع يكاد يفجر رأسي. بروفيسور جوهر إني أراه. أخبرنا أين كنت يا عم بهلول؟ كنت أكتشف الصحراء الشرقية الكبيرة، ولكن هبت رياح شديدة فنصبت خيمة لأحتمي بها، وعندما هدأت العاصفة خرجت فظهرت لي مدينة ضائعة كشفت عنها الرياح الرملية، فذهبت لاكتشافها في الحال. دخلت المدينة الضائعة وأمضيت فيها وقتا طويلا أتأمل طريقة بنائها الفريدة، حتى أني نسيت نفسي. وعندما خرجت من الآثار هبت عاصفة رملية أخرى، فاضطررت للعودة بسرعة إلى الخيمة، وكما كشفت الرياح عن المدينة الضائعة عادت وطمرتها من جديد. نعم، عادت وطمرتها من جديد. أمر غريب، أليس كذلك؟ إنه أمر مشوق للغاية. سي بروفيسور، كنت أريد أن أريك شيئا، لكن مصيبة لم أعد أذكر ما هو. ربما تقصد الكتابة. أجل الكتابة، معك حق، لكن أين وضعتها؟ أين؟ ربما في حقيبتك. الحقيبة، أجل وجدتها. لم نفهم شيئا من الكتابة، ولم نعرف رأس الأحرف من أسفلها، ولم نكن وحدنا. ماذا؟ لم أفهم شيئا. أنا الأستاذ جوهر، سأعرف ما الذي يجري هنا، سأعرف ما سر هذه الكتابة العجيبة. أمر غريب. ما هو يا فيفي؟ انظر بنفسك، الأمر غريب. اكتشفت فيفي شيئا غريبا. أهو إذا نظرنا إلى الكتابة بسرعة من أعلى إلى أسفل تتحرك الصور. أوه، جاهزون؟ جاهز بروفيسور؟ يجب أن نثابر حتى نعرف المزيد عن هذه الكتابة. من الذي كتبها؟ عندي فكرة، الآلة الكاشفة ستقول لنا. ماذا؟ هيليو نولو كابالوس. في الوقت المناسب. ماذا نفعل الآن؟ نلحق بهم يا مغفل.
لم نكن نعلم ما إذا كانت الآلة الكاشفة ستخبرنا شيئا عن الكتابة، ولكن لم يكن بد من المحاولة. دعني ألقي نظرة. دعني. وأنا أيضا أريد أن أرى. اهدأ. أستاذ عبقري انتبه، حرارة الآلة ترتفع. يا إلهي، لم تتحطم لكننا لم نستفد بشيء. الأفضل أن نسأل القطة الفضائية. قطة فضائية؟ لا أحب هذا النوع من القطط. هيا بنا، جوهر لا يخاف من القطط. مرحبا جد أمينة. أستاذ عبقري، يا للمفاجأة. هل القطة الفضائية هنا؟ أجل، إنها فوق. أهلا أستاذ، أخشى ألا أقدر على مساعدتك فيما يتعلق بالكتابة، لست خبيرة بهذا النوع من الأحاجي. لكن القطة نصحتنا أن نذهب إلى الرجل الحكيم الساكن في الجبال، وقدمت لنا الجد أمين المؤن اللازم للرحلة. وبعد سفرة مرهقة بدأنا الصعود إلى الكهف حيث يسكن العجوز الحكيم. أنا لي خبرة واسعة في تسلق الجبال، وأعتقد أنه تنقصنا الزبد. لا، السلطة. لا لا، تنقصنا جبنة. يا له من صعود. وعندما وصلنا لم نجد الرجل العجوز في أي مكان. أرجو ألا تكون رحلتنا بدون فائدة. نضيع وقتنا في انتظار هذا الرجل المغفل. لم أقصدك أنت. من أنتم؟ سواح؟ حسنا، ماذا تريدون؟ انتظروا، أشعر بوجود الشر. لا تخافي، ليس شريرا بالمعنى الكامل، إنه مزعج قليلا. ماذا يقصد بذلك؟ في الحقيقة. نعم نعم نعم، دعني أرى. إنه أمر خطير، سأشرح لكم، أو بالأحرى سأدعكم تشاهدون بأنفسكم. منذ زمن بعيد كان أهل كوكب باندور يعيشون بسعادة في محيطهم الخلاب، وكان لهم كنز عظيم هو قبعة تحتوي على الباندوريوم، وهي مادة نادرة جدا لها مفعول سحري عظيم. وفي يوم من الأيام أراد فارس طموح أن يستأثر بالقبعة لنفسه، لكن العجوز المسؤول عن حراسة القبعة انتبه للخطر وقرر ألا يدع القبعة تقع في أيدي شريرة، فرمى بها في الفضاء الواسع. ثم حكم على الفارس الشاب بأن يبحث عن القبعة وأن لا يرجع حتى يعيدها إلى معبد باندور، وما يزال يبحث عنها حتى اليوم. تقصد الفارس الذي يركب هذا التنين البشع؟ بالذات، ويعرف اليوم باسم هائم الفضاء. والقبعة؟ إنها في مكان ما هنا على الأرض، يجب أن تجدها يا عبقري، فإذا وقعت في أيدي شريرة من يدري ماذا يحصل. أريد هذه القبعة، يجب أن أحصل على السلطة. أتمنى لكم التوفيق في مهمتكم. الوداع. كان النزول خطيرا. دون أن نضيع الوقت عدنا بسرعة إلى البيت لنكتشف طريقة نعيد بها قبعة الباندوريو. مرحبا يا سمسم. أراكم مستعجلين. واستعمل شفيق آلة التخطيط، وكنا بحاجة إلى جهاز رادار. هو يا أستاذ. انتهينا من الاختراع بسرعة، وهو كناية عن جهاز يصدر صوتا قويا عند وجود أي معدن.
أرنوب خبئ هذه القطعة خارجا. حاضر. وانتظرنا. أدار شفيق الآلة لنجربها. صراط النارية، هنالك شيء ما. شكرا لكم، اختراعكم هذا سيقودني إلى باندوريوم. قريبا ستصبح كل السلطة في يدي أنا الأستاذ جوهر العظيم. أغبياء، لن تقدروا على الإمساك بي. إن كنتم تريدون اللحاق بي بواسطة صاروخكم المهترئ المصنوع من الطناجر القديمة فأنتم تحلمون. الوداع يا أغبياء، الوداع. أديوس أميغوس. كان علينا أن نلحق بالأستاذ جوهر، فأخذنا الشاحنة لأن بوم بوم في حالة يرثى لها. إلى اللقاء. لم يكن هناك أي أثر للأستاذ الشرير، أعتقد أننا ضيعناه. مهلا، اسمعا، لعله دليل ما. شعرنا أن هذا الصوت لابد أن يقودنا إلى الأستاذ جوهر. انتبه! يا إلهي، ماذا سيحل بنا هذه المرة يا أستاذ؟ ماذا سيحل؟ اخترب بيتي، اخترب بيتي. هل أقدر أن أساعدك بشيء؟ كنت مع فرقتي نعزف مقطوعة لموزارت، وظهر فجأة طائران بشعان ومعهما قبة، ثم بوف. انظروا بأنفسكم. هدفه الأستاذ جوهر بلا شك إنه يؤذي الناس كيفما تحرك. دعني أرى، بوسعنا أن نساعدك. أنت متأكد؟ سأكون ممنونا جدا. سنحاول. أرجوك كن حذرا، إنها رقيقة جدا. تعال يا صديقي تعال. أعدنا النقاط الموسيقية إلى مكانها، لكن بعض الآلات الموسيقية لم تكن راغبة في الجلوس. اهدأ اهدأ، لا تخف. أعرف إلى أين اتجه الطائران اللذان تحدثت عنهما. من هنا في اتجاه تلة السكر. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا لنودع أصدقائنا بمعزوفة مناسبة. وصلنا. اللعينة، إنها في كل مكان. مهلا. سكر طعمه لذيذ جدا. فيق فيفي، تعال ساعدانا ولا تنخدعا. إنها حيلة أخرى من حيل الأستاذ جوهر. السكر أخرنا وقتا طويلا، علينا أن نحضر مقالبه الكثيرة. لم نكن ننتظر أبدا أن نعلق في حقل من الشوكولاتة.
بدأت أشعر أننا تأخرنا. تأخرت فعلا يا عزيزي عبقري، القبعة في حوزتي. اسمع يا أستاذ، استعمال البندوريوم يمكن أن يكون له مفعول سيء جدا. هراء. امبوسيبل. أصبحت لي الآن قدرة عظيمة وسأفعل ما يحلو لي. فيفا بروفيسور. لكن قبل أن نفترق سأريكم قوتي. امرحوا جيدا وأنتم تحاولون التخلص، أنا ذاهب إلى قصر الطحلب. أديوس أميغوس. نتخلص. علقت يا أستاذ. مصيبة. علقنا جميعنا في مستنقع من الحلوى السميكة. مصيبة. هيا. مضى وقت طويل قبل أن نخلص أنفسنا، وبعد مجهود كبير تمكنا من إخراج الشاحنة أيضا. الحمد لله. الحيوانات تهرب، يا إلهي. اختبأنا بسرعة وانتظرنا. يهو، رأيتكم، اخرجوا من حيث أنتم. إنه يناديك يا شفيق. لا، لن أخرج إليه، لن أخرج. لا يبدو لي مخيفا. كيف حالك يا هائم الفضاء؟ أنا الأستاذ عبقري وهؤلاء أصدقائي العم بهلول، شفيق وفيفي. تشرفت بكم. من المفروض أن تكون راكبا التنين. ها؟ حقا، في الحقيقة تركت التنين عند طبيب الأسنان. ولكن كيف عثرت عليكم؟ كنت أبحث عن الباندوريوم في كوكب آخر، فلفت نظري بريق غريب مصدره الأرض، كنت متأكدا أنها القبعة. لا تقل لي إنها ليست معكم. هذا ما أخشاه يا صديقي. أخبرنا هائم الفضاء قصتنا، ولكنه لم ينزعج من وجود الأستاذ جوهر. يجب أن نحتل قصر الطحلب في الحال ونستعيد القبعة. لم يكن لدينا خيار، فقررنا أن نلحق بهائم الفضاء. لسبب ما كان هائم الفضاء مستعجلا جدا. مهلا، لست متأكدا من الطريق. يا إلهي. ما القضية؟ لا مجال للهدوء هنا، منذ قليل مر طائران بسرعة البرق والآن أنتم. أرجوك أن تفسح لنا الطريق، نحن مستعجلون جدا. أقترح عليك أن تكون مؤدبا معه، ربما وقرر أن يأكلنا. ليس لدينا الوقت الكافي كي نؤكل. واحد، اثنان، هيا بنا. لكن أين فيفي؟ فيفي أين أنت؟ فيفي هل ذهب الأسد؟ هيا بنا، أسرعي أسرعي. كنا نود أن نصلح الشاحنة لنأخذها معنا إلى قصر الطحلب، لكن لم يكن لدينا الوقت الكافي. صحيح أن المكان كان مزدحما بعض الشيء، لكنها أسرع طريقة للوصول إلى هدفنا. وأخبرنا هائم الفضاء عن سبب استعجالنا. قال إن التعرض للباندوريوم من قبل أهل الأرض خطر جدا، ونظرا للطريقة التي يتعامل بها جوهر مع القبعة فلا عجب أن نلقى قصر الطحلب قد اختلف كثيرا. هيا. أهلا بالأصدقاء، وصلتم في الوقت المناسب لحضور حفلتي. إيه، هو
هناك قضية أهم بكثير. نحتفل قبل كل شيء، عندي مفاجأة لكم جميعا، لكن كلوا واشربوا وامرحوا. صح، نأكل. بون أبيتي. أما بالنسبة للمفاجأة فسوف نلعب لعبة صغيرة. خذوا قبعاتكم. ماذا تقصد؟ سنلعب لعبة الغميضة ونبحث عن الباندوريوم؟ بالضبط يا صديقي. حسنا. لا، لا شيء هنا. فيفي تعالي ساعدينا. ألا ترى أني مشغولة؟ ماذا؟ بهذه الطريقة لن نصل إلى نتيجة. مظلتي طبعا. هي، هل تعرفين أين هي القبعة؟ إنها في البرج الكبير يا أستاذ. في البرج الكبير؟ لسوء الحظ لم يكن بوسعنا الوصول إلى البرج بواسطة السلم، ولم يكن أمامنا سوى حل واحد، وهو أن يتسلق أحدنا البرج من الخارج. وشفيق كان أبرعنا في التسلق. لا تنسى، يجب أن تغلق الصندوق جيدا، لا تنسى. يا ويلي، يا لك من قذر. عبقري هنا، كيف تجرأت؟ سوف ترى. أسرع يا شفيق، افتح الصندوق. عظيم، وجدتها أخيرا. الآن جاء دورك لتجد القبعة. أغمض عينيك وابدأ العد حتى المئة. 1 2 3 4 5 6 7. آخ يا رأسي، خدعوني. لن أدعك تفلت مني يا عبقري، لن أدعك. بون فواياج. وعد هائم الفضاء بأن الصندوق بندورا لن يفتحه أحد بعد اليوم. أما نحن فبعد أن اطمأن بالنا أخذنا الشاحنة وعدنا بسلام إلى البيت.